السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميد زيديو. إن شاء الله راح نبلش بشرح مادة جديدة، وهي مادة الانسترومنتال اناليسيز، مادة التحليل الآلي. بخصوص أو المادة هاي اللي راح أشرحها إن شاء الله راح تكون بتخص الصيدلة، راح تختلف عن المادة اللي راح ياخذوها طلاب التحاليل. بالنسبة لمادة التحليل الآلي، هي من المواد السهلة والبسيطة والمختصرة، فمنلاحظ أنه المادة تحتوي على 5 شابترات، 1 2 3 4 5. مادة مش كثيفة وسهلة، ويفضل أن الطالب يأخذها بفصل عادي مشان يرتاح في المادة، مع أنها صغيرة بس ما لا يفضل أنه تتاخذ على الصيفي، فبيأخذها الطالب في الفصل العادي. المادة بتحكي من اسمها التحليل الآلي، فإحنا راح ندرس الأجهزة اللي بتعمل تحليل المكونات. نحن في عندنا بالصيدلة وفي في المجالات الطبية راح نتطرق لتحليل مواد. فإذا كان عندنا عينة، فنحن بدنا ندخلها على جهاز معين بأساليب معينة لحتى نعرف شو هاي هي المادة، ونعرف قديش نسبة الشوائب فيها، ونعرف شو المادة الأساسية أو المادة الفعالة أو إلى آخره، مشان نتعرف على ماهية هاي المادة من ناحية identification، من ناحية quality، من ناحية quality، من ناحية quantity. فإحنا بنشوف الكم والنوع لهاي المادة. فبشكل سريع في البداية رح ندرس الـ UV Visible Spectroscopy، هو جهاز بيعتمد على أشعة الألترا فيولت. بعد هيك رح نشوف الـ IR اللي هي Infrared Spectroscopy، رح نحلل المواد بجهاز بيستخدم الـ Infrared الأشعة تحت الحمراء. في عندنا الـ HNMR، في عندنا الـ C13NMR، في عندنا الـ HPLC، وهو أحدث الأجهزة بالنسبة لعملية الكروماتوغرافي أو عملية فصل المكونات وعملية الايدنتيفيكيشن للمواد حتى نعرف شو هاي المادة أو شو الفانكشن جروب الموجود فيها. فعلى سبيل المثال في عندنا بيعطونا هم مثلا بيحكونا أنه الأسبرين بيكون فيها كمية معينة من المكونات الأساسية فيها، فنحن المفروض نحلل هاي العينة ونشوف شو المكونات اللي موجودة فيها أو شو المركبات اللي موجودة فيها. فإحنا بنستخدم عدة تكنيك ممكن لحتى نعمل ايدنتيفيكيشن لهاي العينة، لحبة الأسبرين نطحنها ومندخلها ضمن سائل، منذوبها ضمن سولفنت، ممكن ندخلها على أحد الأجهزة لحتى يعطينا شو هي هاي المادة. فكيف راح نتعرف نحن مثلا على المكونات تبعها؟ عن طريق شيء اسمه سبكتروسكوبي، اللي هن زي مخططات. ففي عندنا زي هيك، هذا المخطط عبارة عن مخطط لمركب الماء باستخدام جهاز الانفراريد سبيكتروم الاي ار باستخدام اشعة تحت الحمراء. فهاي هي السبيكتروم او المخطط اللي بيعطينا انه هذا المركب هو والله عبارة عن ماء. في عندنا عدة مركبات راح نشوفهم، هذا الايثانول هيك بيكون على جهاز ال HNMR، وهي عندنا بالنسبة لل UV سبيكتروم اللي هي ايزوبرين وإلى آخره. تمام، هيك رح يكون في عندنا بالنسبة للمادة عبارة عن سبيكترامات، مخططات بتدلنا على شو هي المواد. تمام، مادة سهلة وبسيطة وما بتخوف، بتندرس أول بأول، ولازم يكون الطالب مركز ويلخص الأمور الهامة اللي موجودة ضمن الشابترات. فمثل ما حكينا المادة رح تكون مادة بسيطة، بس 5 شابترات، ولكن رح يكونوا شوي كثاف اكيد مشان يتناسب مع السيمستر كامل للمادة او للفصل. راح نشوف عندنا اليوفي هو عبارة عن 81 سلايد، راح نتعرف على المبادئ الاساسية للضوء لليوفي اللي هو الترا فيوليت، راح نشوف الاشعاعات كيف بتبلش، وبعد هيك راح ندرس الاجهزة. فكل شابتر راح ندرس فيه جهاز معين، وراح ندرس مبادئ اساسية، رح يعتمد كثير على الفهم بالإضافة إلى الحفظ، أكيد لا يخلو الأمر من الحفظ. فبالتوفيق إن شاء الله.